نبدأ وصفتنا حقت اليوم. نبدأ بسم الله. عندي هنا صدور الدجاج مثل ما انتم شايفينها، الصدر الواحد قطعته الى نصين بحيث انه يكون السمك حقه اقل. راح اتبلها بملح وفلفل اسود وبابريكا على الجهتين طبعا، ونفس الشيء برجع اتبلها من الجهتين. عندي هنا شوية بهار ايطالي، لا تكثرون لاني بستخدم البيستو. وبساجة حار على نار بحط شوي زيت زيتون عشان اقلب فيه الدجاج. ببدأ أضيف شرايح الدجاج وأقلبها على الجهتين لحد ما تاخذ اللون الذهبي. بكمل هالخطوة لحد ما تستوي وأرجع لكم. نجي الآن نسلق المكرونة فقط مع ملح وموية ساخنة، أتركها لحد ما تستوي تقريبا 3/4 سوا. نفس الصاج اللي قلينا فيه أو قلبنا فيه الدجاج بستخدمه مرة ثانية. أضيف صوص البيستو، أنا استخدمت المرة الجاهز لكن المرات الجاية بإذن الله بصورها لكم بالكامل. استخدمت علبة صغيرة بالكامل، هذه المقاس هذا بالكامل استخدمته. أحرك صوص البيستو مع خلاصة الزيت اللي قلبنا فيه الدجاج. أرجع الدجاج له مرة ثانية. بعد تقريبا أبو 3 دقائق برجع أضيف الآن كريمة الخافق، وأنا أحب أستخدم اللون هذا الأزرق الأبيض، دايما أقول لكم دسم. بعد ما أخذ الدجاج نكهة البيستو ونكهة الكريمة بطلعه على جنب وبجيب المكرونة الآن، تعتبر هذه خلاص آخر خطوة. بصب الآن الصوص مثل ما أنتم شايفين، إذا ذكرتوا أنا ما حطيت زيت على المكرونة، أبيها تاخذ كل النكهات والزيت اللي موجود بالبيستو. آخر إضافة قبل ما نحرك كل المقادير مع بعض، جبنة البرميزان المبشورة فريش وبشرتها.